مش فهم لي على سنوات طورة، شكون اللي يقدر ينساهم؟ مش فهم نهار بدات في 54 نهار بدينا نتنظموا. نصف الإضراب تاع 57 في هذيك اللي جيت للجزائر، كان في عمري 20 سنة، مولاي كانوا ساكنين في بوفاريك. مر إضراب ديت الخدمة في المرسى، مشى مليح تانيك نهار خلصت معركة الجزائر، نهار مات بن مهيدي وعلي لابوينت. الحالة كانت صعيبة ذاك الوقت، فرنسا كانت حسبة تريح دائما في بلادنا، بس احنا كنا شادين. على هذيك اللي كان الجيش الاستعماري يبعث العسكر نتاعو لبلادنا باش يقضوا على الطورة. كانوا كل يوم يلحقوا بالبابورات والطيارات، ما كان فيهم لا رحمة لا شفقة. ليل ونهار يصدموا على ديور الناس، وبعد ما يكسروا كل شيء يدوا اللي صابوا في طريقهم. الحباس كانوا معمرين، شبعنا عذاب. كان اللي خلاوا الروح لتاعهم لتما، ما يقدرش الواحد ينسى ذاك الوقت، ما كاش كيفاش. أنا سلكت في هذيك الضربة، كنت مسكن في باب جديد، كنت مازلني ماشي مزوج. مشفتاني كملي على عام 59 في هذيك اللي حكموني، ريحت عام في الحبس. تلقوني في اليامات الأولين تاع 1960، سلام كلاني. أسلم يا وليدي. أسلم يا خالتي فاطمة. راك بخير. أسلم يا وليدي. ما راك خير؟ لاباس الحمد لله على السلامة. على سلامتك يا وليدي، واش راك بخير؟ لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله على سلامتك. اي ادخل ادخل. الله يسلمك عمي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيفاش؟ واش راك عمي؟ بخير لاباس. كيف الصحة يا وليدي؟ حالة الشيوخ هادي مازالت البركة. يبارك فيك. كيفاش حتى تلقوك يا وليدي؟ اليوم صباح تلقونا في عجرة. الحمد لله يا وليدي. باقي قاعدهم برواقي. الله يرحمهم ان شاء الله. روحي روحي انت يا وجدي. ما عليك روحي وجدي تلقاهم. باش غير تريسيتي تتحب تفهم دايما بزاف. ايا روح روح الحاج يخطف. جيب لنا شويه خطف. اي يجري ياك يغاولها وراح منا. واش راك عامل سخنا؟ لاباس الله يسلمك. كنت شويه مضيقه تاعك شويه. برك يا وليدي والله حتى دوا ما تم. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اسمح لي وليدي انا نروح نصلي العصر. قطعتي شعرك؟ قريت فلا اي لقدة. واش راهي؟ طحت مريضة بوحرم دوكا مليح. بابا ما جاش لعندكم هنا؟
تجهزوا واش اخترعت باش يديبوا علام في الفاكونس تاع الصيف وعاود رجع وجات يمك معاه. واش راهي؟ راهي مليحه بصح ما حملتش الهواء تاع الزايد. عاود رجعت البوفيريك. واقيلا راك جيعان يا وليدي، راح نقلي لك شويه بطاطا. ما تسقيش راك يا خالتي فاطمه. ماشي شكوى عليا يا وليدي، دوك نجيب لك تاكل. نهار شباب اليوم. جد عليه واش بيه البشر ما جاش اليوم؟ يا مال في بطا دوك يجي. هيا تشبك تشبك بردة. هيا اروح انت. كنت كنت حاسب رايحة تفرق بصح بالخف فقط بلي ما كاش منها. نهار اللي انا خرجت من الحبس حكموا فيها صاحبي البشير. Il est en prison, il a été arrêté il y a quelques mois. Bien sûr, tu ne sais pas dans quelle prison il est. Je ne sais pas. Qui t'a jeté l'arme après l'attentat? Je l'ai jeté dans un jardin d'une maison. Ah oui. Quelle maison? Quelle rue? Cela est mon prison, mais je ne me rappelle pas quelle maison. Tu te rappelles de rien. Et pourtant, tu te souviens bien de la tête du policier qui t'a envoyé en maison de redressement. Tu vais t'apprendre, moi, hein, comment on retrouve la mémoire. Boussin, n'ar sept n'ar d'que t'ferrad j'il gala, le combat t'a Jack Navarro contre Nounou. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tarbi yedid d'y al-Aziz. Saha moh. صحه ليوت واش راك لاباس الحمد لله راه يخوفني هذاك نافارو هذا واش وليت لدارك مازال سمط عليك مول الدار خلاص ضرب لنا شنو ما خافوش ما يحشمش زعما حاج كون ماشي الحاله اللي رانا فيها الله يجيب لك ديك الدار ديالو قاصحه وانما ما تخافش غير نو نهار الواحد يخرج من الحبس الحاجه الاولى اللي واسيها يروح يحوس على اصحابه يجيبوا سيره ديالو بصح ذاك الوقت الحاله ما كانت سهله على خاطر كانت لابلوي ما فهمتهاش بالخفانه لا ما زدت صب جومب هذاك تاع نافارو قلت لي فين الطريق جومب ولا اللي جاوا باش تشري زيت كيف واش شرب يا بابا يسكيفي وكذا عطيني اتاج بك لي سيري ديالو لا 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 واعر تربيت يدي انا كانوا العسكري يطلقوا الناس من الحبس بعد ما يعذبوهم ويرجعوا بلا غرضهم يبيعوا اصحابهم الوقت كان صعيب صعيب بزاف واش ما رحتش لبابك لا غير مازال ما على بالوش كامل بلي خرج هذيك عجبتني واش كش ما شفتش الماتش اليوم تاع تيستا اه انا حلفت ما نجيش نروح للماتش عجبتها يا موح ما داش عمر لهنا غير كيما خرج ما باكش منين راه ما على باليش روح روح راك تسيبو في الدار غير كيما راح شكون اللي لعب الله يسوسو مع القاليا 0-0 باين ما تقرع انا قلت على خير موح سلامة الحسين ما تنساش الصاور اللي قلت لك عليهم خاش من على يومين نجيبهم لك صحة على خير هيا يا ولد هل في الكيسان وطب كلش لكم تغلقوا بكريمة ايه لازم علينا شوف السكون الفرق تاع الشاقور واش كاش خبار والله والو انت كاش ما جبت لنا انا تعرفني قهوه للدار
بدا القهوة ونا يهضروا غير على الفوتبال. تروح الحفاف تسمع غير الولاد جوني وسميلات غاري كوبير ولا كلفستي كامل وتروح المارشي. أحقا لقيت خالتي شبحة صباح في المارشي، راح طلت على ولدها الباشي البارح راه في سركاجي وجعت بلا عقل. سدوك يا أخي، وقيل أنت شخصية واش ما بيعت حتى واحد؟ عطت لهم يماهم بنا موالف بالعذاب. واش راك جاي من كايان؟ لا لا، قعدت عامين في بر خادم، كانت في عمري 14 سنة. واش درت؟ حشمت حشمت باش تهضر. القورية قالت لي دير القفال دار وهرت بها لدارنا، والبوليس شافني وشفع عليا حكمني وداني قبالة عند جوج تاع دراري. بصح واش درت باش جابوك لهنا؟ قرصت على داك البوليس. كي كنت في بر خادم حلفت كي نخرج باش نقتلو. صح، سلك لها قصتو في رجلو. خو هاك حباتي نقسموها. صح. باباك واش يخدم؟ بابا عنده قرن من اللي مات. واش انت تاني قتلت واحد باش جابوك لهنايا؟ لا لا، انا جابوني لهنا خاطر كنت نسلك الناس من الموت، كنت نداويهم. واش انت فرملي؟ لا لا، انا طبيب يسموني احمد. صح، انا اسمي بشير. بصح ما على باليش بلي حتى الطب يديرون في الحبس. راهم يديروا كل الناس في الحبس، شوف فلاحين، شمارة، دكارة، فنانين، مدرسين، شيوخة كبار صغار، كان بالجزائر مقسمطينة من وهران كامل هنا عايشين باللوباريش. Attention à mon fils Rizqi et ma femme Sadia et ma mère. Écris-moi des lettres, je sais que vous ne pouvez pas me rendre visite parce que vous êtes au bled. Donnez-moi des nouvelles de la famille, je vous embrasse tous. راحين يخلونا بزاف هنا. ربي أعلم، كل واحد حتى نهار يشرعه، بالك اليوم ولا غدوة ولا العام الجاي. شوف من هالجهة كاين نساء وبالجهة هذي كاين لي كونداني أمور. واش راك خايف من الفينقة؟ لا عمري ما خفت من الموت. بيعتنا ديك فاطمة. أهلا، ما عندك ما تخاف، راك مع خاوتك. فرنسا ما تقدر دير والو باش تكسرنا. الاتحاد هو سلاحنا والحبس رديناه مدرسة سياسية. واش راك تخمم؟ اني نخمم على صحابي اللي بقاو برا. كنتو فيه بزاف؟ كنا فيه ثلاثة. اللي قعدوا برا راهم عارفين كيفاه يكملوا الكفاح. فرنسا حسبت في الشنة لما تقتل فرد من الشعب ويديروا الاخرين في الحباس. مادام قاعده في بلادنا احنا ما يخلصوناش الرجال. شكون هذا اللي مصور قدام قيدر؟ وين كل هذاك علوش مرك على ديدان اللي قدامه مكاوي ما يعرفش. واش نور دير؟ بسيني مع العشيه. واش عبد الوهاب؟ اه صح اخو. صح، ما تنساش. اه دعليك كي تجي عقب صفر ليا. شحال من مره تنطرني في السمان؟ ثلاث مرات. البوكس ما تلعبليش به. اذا تحب محمد عبد الوهاب شويه انت واش بيقدر تحب؟ فما سيدي الحبس ستوني شعبي تما وسيت يكون بعد العام. اوا ما كانوش بزاف، اربعة بر بصح كاع ربحتهم. واحد كاو مع الطيطة الحراج طلع فوق الرينج ينقز حاس بروحو مارسيل سيربو في خمس دقايق قصيتو. حنا راك نهار تربح بدا يصفوا عليك الناس. اه لو كان درت سبور ما تسقسينيش كامل. وليت تخدم؟ اه لا بريمري عند مسيو غارسيا. لا لا عند عمي سعيد فواش. خدمة حلا لي خير في الليل. سمعت وصرة البشير حكموه ما بالكش علاش؟
كنا على بالي علاش انا سياسه وتخربيش خاطيني انا البوكس برك غير البوكس يا جاري في الوادي وعلاش راك تسقسي فيا هكذا سيد الاناشيد اللي كانوا يعلموا منها في الكشافه واش كنا نعرفوا ذاك الوقت كنا دراري تفضل كبرت عباك سيف جاي راني راح نتزوج اندو اندو L'écho d'Alger, l'écho d'Alger, dernière nouvelle. هنا إذاعة الجزائر الحرة. صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم. أيها الإخوة الأحرار، إليكم نفس التصريح الذي أذاعته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية زوال يوم الأربعاء الماضي. نقص شوية البوست وش بيك؟ اسكت علينا. أيها الجزائريون والجزائريات، هي مساء الخير عليكم. خير خير. يمسيك بالخير يا سي عبد القادر. الله يقنعكم. الله يلحقك. هاي تعشى معنا. لا صحيت عشي. كنت فايت منك. مساء الخير عمي الحاج. مساء الخير وليدي علي واد. وراه نطلب منك حتى تسمح. اسمع يا عبد القادر. نقعدوا حبيب. اسمع. نتعود على الكلام. اطلع. نخدم انا مع سرقنا بحلو. يا ولد الله هنا عند بليس هذا غير بليس دارها بيناتكم. الله يحلو يا خويا. راح نشوف في مرت الحاج جيب لي من عندها قرب هبلت وقيلة الناس راقدين وانا نصمت عليهم وش بيك مقلق هكذا كريح في الحبس خير علاش على جلد دراهم اللي سالوا لك راكي فاهمه ولا انتيا استراحي وحدي بشير في الحبس مصطفى وسالم طلعوا الجبل بو علام مات الاخرين ماهمش دايرين فيها ثقه هم حاسبين تلقوني باش نولي بياع ما تقدرش تفهمهم نتايا انا خايف كيما هما مش دايرين فيها ثقه مش داير فيهم ثقه مش عارف شكون اللي معنا شكون اللي ماشي معنا غير البشير اللي كان يعرفهم بشير وليد اللبان بشير وليد خالتي شابحه عاتينا المندرين هيا اضرب لي بطاطا طماطيش قرنون عاتينا المندرين شكون؟ أنا علي واد خالد الشبحة هل انت؟ هذا انت علي واد مرحبا بك جوز جوز يا وليدي جوز واش راكي خالد الشبحة؟ خير يسالك الخير ادخل الدار دوك انت وين حط هاد القفه حطها فوق الطابله وعلاش شقي في روحك هكذا ماشي حاجه خالتي شرف واش راك لا بس واش راهي باين لا بس واش هاي ديك البنيته كبرت دارت سنان وانت وقتاش خرجت عندها جمعه الحمد لله اللي خرجت بخير يا وليدي الله يسلمك حقا شحال قعدت في الحبس عام نسيتي خالتي شرفه وانا كش مابقى لي عقل يا وليدي عدت ما فرقش بين الايام عقري الكل مع وليدي
ما تقلقش على الباشر خالتي شبحة. بارح سمعت في البوست دوغول قال بلي راحين يتلقوهم. غير ما كلا تصبرني، راني عارف ما يتلقوهمش. يا ودي كلاب ما فيهم رحمة. راح تطليتي على البشر او مليح؟ راه كيما خاوت، راني زيد ان شاء الله نطلع عليه نهار العيد. دايما تقعدي وحدك في الدار؟ ومع ما تحبني نقعد يا وليد، عندي واحد الجاره تجي ساعه على ساعه هنا تنحي لي ذاك الخاطر. وعلاش ما جوزيش للدار؟ البارح برك سخدني عليك بايا. اي سقسي عليها الخير، راني كاش نهار ان شاء الله نجوز لعندكم. واحد ما جا طلع عليك مصحاب الباشر؟ حتى واحد. حقا جا شافني حسن له البارح. كون حسن؟ حسن اللي يخدم في السينما. قبل ما يحكم وليدي كان دايما هنا يجي يسهر معاه، راجل عاقل. وقيل عطلتك خالتي شبحة، نروح درك انا. تروح اقعد شرب قهيوه. خليك تروح ان شاء الله. والله ما تروح الا شربت فنجان قهوه معايا. كي نشوفك اللي شفت وليدي روندا. هذه مسكينه خالتي شبحه كانت عايشه نهار اللي مات راجلها وهي تخدم على النصارى ولا تغسل الحوايج اللي يجيبوا لها الناس، وعقلها كان دائما مع وليدها. واش بشير حبيت تتعلم؟ انا عارف نقرا لي الحروف شويه. اقرا لي هذا الحرف ميم. والحرف الاخير اقرا الكلمه. بشير يقرا. بشير يقرا. يقرا. عاود اكتب لي. بشير ريح في الحبس حتى لتنين وستين بالعقل. بطينا انا وياه ما تلاقيناش. واحد القطره عامين مور الاستقلال شتو يسنى في ترولي زهر، حبس له الطوموبيل وديته معايا. قصرنا بزاف هذاك النهار، فكرنا نوردين كان ناس ملاح نوردين وخدامه. يباركم في الحمام تاعهم مع النهار. زيد اخدم هو سي سبور مع العشيه اخدم، وفي الليل كان داخلها مع الجبهه. اخدم زيد مليح مليح نفرو ماشي الحراشي. ها اهلا علي واد. اش راك حسن؟ واش راك علي واد؟ هاك شوف وقتاش تلقوك؟ عندها 8 ايام. ما على باليش بلي مازالك تخدم هنا. ايه وين تحبنا نروحوا يا علي واد؟ هذا هو الوقت. واش تحكي لنا؟ هاك شوف راك حاله هو المكلف تاع الحبس. كانوا قايمين بينا قهوة حليب خبز زبدة معجون كل صباح، الحومي قازوز فاكيا صباح وعشية. العساسين كانوا يحبونا دائما يجوا يجيبونا الدخان، والعشية قبل ما نروحوا نرقدوا يجوا يحاجونا. ما تتبدلش يا ليوات. واش في ماك جوز؟ في المعرب تاني العطرش. اضرب طلع تشوف. مش كفاية عذاب 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 عذاب. مازال يجي الغش للسينما كيما بكري كيما رحت البيكور البارح
شدخلتي شبحة؟ وش راهي؟ راهي صبرة. وش حبيتها تدير؟ قالت لي باللي راك جسليها شتها من نار اللي حكموا البشير. لازم يمات صاحبي. ماك تعرف اللي البشير صاحبك؟ تروح ليه للدار تشوفه. كي كنت انت في الحبس كان يجي يشوفني باش نقالو خدمة ومن ثم ولينا صحاب. بركات حسن، انا بالي بكلش. راك حاسب تلقوني باش نولي بيا؟ حاشا عليوات. امال لا راك تشوف فيها هكذا. الوقت راهو صعيب، لازم الانسان يرد باله، ما تعرفش في من تطيح. كيفاش راهي الجبهه؟ رانا شادين. شكون اللي مازالهم معكم في النظام؟ ملي حكموا البشير بقيت غير انا ونوردين. شكون نوردين؟ Jacques Navarro de l'ABC dans le coin bleu et Jordi Dituni du CCA dans le coin rouge. Arbitre, Monsieur Bagnati. Juge, Messieurs Cessio, Zampini et Gall. Premier round. Bastos offre deux costumes et deux paires de chaussures au boxeur Jacques Navarro. Un groupe de supporters offre une prime de 5000 francs au boxeur Jacques Navarro. Nous avons le pire, Nuno. Nous avons le pire.
Soigneur dehors. شاك دير بالا تدي بيليسيون ما فتي دير سونتاك اوا خد قصر مع صاحبي تقعد لي شيخك تبدو 150 فوا دو جو دو با بافاردي او كلاس معطيه خلاص عليك ميجيريا خلاص راني تماك والله اوا تشق لي شيخك بلا عاودو اي خو حبيت نسقسيك شنو هذا الاستعمار استعمار وين تعلمتها؟ أنت في كلاس أصحاب الروس بحد أصحابي استعمار استعمار نهار العربي يخدموا عند المسارة نهار العسكر يصدموا لديور الناس استعمار نهار كيما أنا وياك رانا نهضروا العربية وكي تروح المسيدي واسمو يقركم بالرومية استقلال استقلال نهار ما يكونش قاع واش انا نحكي لك درك نهار ما تكونش القره نهار تكون كاين سكنه قاع للناس نهار ما يكونوش طلابين وازيام اي ديرني رون Déclaré vainqueur au point le boxeur Zitouni. غدوة العيد جوزو لاباس
احنا يا الخواء على كل حال رانا في سجن ورانا عايشين في ظروف سيئه، ولكن ما يلزمناش نتاثر بهالظروف ونتغير، يلزمنا نبقى صامدين. وما تنساوش باللي هذا اليوم هو يوم عيد سنة نبوية، كافة المسلمين راهم يحتفلوا بهذا اليوم، واحنا الآن لازمنا نحييوا هذه السنة، هذا من واجبنا. نعم هيا وبسم الله. بسم الله. بسم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا صحيتكم. صحيتكم الخوة. صحيتكم. تحية الجزائر. صحيتك خويا علي. قام ماشي صحيتك. صحيتك خويا قدوري. تحية الجزائر. تحية الجزائر. تحية الجزائر. علي. حاضر الدم. علي. الله يعاونك علي الواد. صح نردن. اروح اروح. واش راك؟ بابا فاس. حيا. ندخل بالباب. محلولة. كاش عمي سعيد؟ ما شتوش. يا اخي ما ديرونجيتش. هلا فاطمة. واش راك؟ لاباس. كيفاش؟ خوخوخ. في فرنسا. انت ما عرفتش خو اسماعيل جازوز؟ سخانه المشرية خمس دقائق. انا هنا جيت من لانطرون. ما منين تحب نجي؟ هذاك شكون جا اليوم للصاله؟ خوك بوعلام. واش بغا يدير البوكس ولا؟ لا لا جا غير مع واحد برك. هو الفوت. انت ما شفتوش كيلعب. يشلخ منه ومن عفريت. شت حسن؟ اه. هذاك شكون رانا رايحين نحبطوا نهار الحد؟ غارسيا. غارسيا؟ شكون غارسيا؟ اللي كنت خدم عنده. حبيتش. يعرفني. والمرة تاعو تاني. كيفاش نديرو؟ لازم تجي معايا. كيشوفك يدير فيك الثقة، هكذاك ما يشكش فينا. وعلاش خيرتو غير غارسيا؟ أوامر علي واد. عباك بلي غارسيا خابيت كبير، هو اللي أمر صار اللي فات باش يقتلو زوج خدامين تاع المرصى. داك النهار كابيتان اللي جي قال في ليكو دالجي، قال نو زافون ديمونتي لو افلان، لازمنا نوريولو بلي حنا مازلنا هنا. فرنسا كيما حوزوها من فيتنام، حنا نحوزوها من الجزائر. راك شافي واش كان يقولنا الرئيس مرزاق في الكشافة. كيفاش نتلاقاونا لحد؟ عاد 12 في القهوة عندنا. لا لا ماشي عاد 12، عاد وحدة. لازمني نطلع للصالون نطلع المرا عند نسافر. معليش عاد وحدة. صحة صحة. Elle est bonne, hein? Délicieuse. Oui. Félicitations pour votre sourire, Madame Garcia. Ah, je vous en prie. Alors ça, c'est Monsieur Garcia. Ce n'est pas Madame Garcia. خدمتك ترى من عام عند غارسيا. قبل ما ندخل للحبس، خلي شاب حياة اللي دخلتني. كانت بونيشة عنده. Mais dis donc, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au football, hein? Pas d'accord. كنت أنا في الحبس. خوه. هذاك اللي عنده تبرنا في باب الواد عطالها تشرب شراب بالسيف من هذيك حلفة مزيج دير رجلها في دار sans copa pas de victoire ouais seulement les buts c'est quand même ce qui compte et les buts c'est Fontaine et ça c'est quand même pas c'est quand même عمري ما فهمت مليح حرك غارسيا كي تشوفو يبان انسان عاقل بصح الكلب كان داخلها مع لا ماروش منظمة اللي كانت تقتل الجزائريين من الطرف
الجباه حكمت عليه بالموت زوج خطرات، بصح كل مره يسلك لها كما احنا كنا نقولوا بكري زرايه حرطانيه. الو زهره سي بري سي بري مدام. حتى وليدو برنار اللي كان كيل دجاجه ولا قتلت على واس في 62 سي كوتي لا مالراك جوست ا كوتي اون فوا اون سي بوي يطوني ها وي تري بيان تيان فوالا جوستمون مون فيس برنار مسيو ديفيه انشانتي مدام ديفيه مادموزيل بيري بونجور شونس اسيتو مون فيس است كو تي فو بوار افيك نو وي ان تي بو. Vous lui en mettez pas trop, hein. Jeune, ça fait du sport, l'alcool, ça va pas, hein. Il y a plus beaucoup de bien-être, vous savez. On va quand même lui mettre des fouilles, hein. Ça va faire plaisir. Il faut qu'il trinque avec nous. Voilà. Allô ? Ta santé, Bernard. Oui, bonjour. Oui, il est là. Maurice, c'est pour toi. Oui, j'arrive. Fais du sport, Bernard ? Oui. Tu es où ? Allô ? Non, je ne coupe pas, oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est moi. Comment ? Vous ne me reconnaissez pas ? Ah, vous les oranais, vous êtes... vous avez les oreilles bouchées, là. Hein ? Ouais. Bon, dis, ça se présente comment, notre affaire, là ? Oui. Oui. Ça se présente pas très bien. Allez, les enfants, à table ! Ouais. Hein? Ah, c'est plus grave que ce que je pensais. Hein? Ouais. Merci, Mme Garcia. Ouais. Ouais. Rabaja, la bouquette, Rabaja, Bono. Prends ton cul dans la soupière. Oh là là, je m'excuse, vraiment, j'entends plus rien, là, avec des amis qui font ça. Ouais. En fin d'après-midi, parce que j'entends plus rien. Hein? D'accord. Hein? Allez, au revoir. Vraiment super. Ça fait 10 ans. Oui. Oh là là, les hier. Vous voulez. Excusez-moi. Oh, oui, c'est toujours comme ça, vous savez, quand on va se mettre à part. Oh, dis donc. Sur la sonnette. Bonjour madame Garcia. Ah mais c'est Ali Wen, ça va? Mesdames et Garcia. Oui, je m'appelle. Maurice. Oui. C'est pour toi. C'est Ali Wen avec un autre arabe. Tu peux entrer? Non, j'arrive. Excusez-moi. Arrêtez-moi. On va dire pas sympathique. Ah bonjour Ali Wen, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est un ami, c'est pour un travail. Oui, bonjour. Non, vous savez, c'est toujours comme ça, hein. Papa, papa, oh les salauds. Arrêtez-les, arrêtez-les. Oui, là.
S'il vous plaît, cachez-moi. On va me tuer. Passez par cette porte. هكذا اللي قدرت نسلك من العسكر. راحوا من بعد يحوسوا عليا في الدار، لقوا الريح. الشهيد علي كيما هرب بالكابوس راح قبل للصلاة تاع البوكس ينطريني. كل اللي ما صرا والو، كان صغير ذاك الوقت الشهيد علي 18 سنة، بصح مسب الروح للطرف على بلاده. انا رحت شفت حسن كما تفاهمنا، داني خباني في واحد الدار في طرف البحر، جوزت فيها ثلاث ايام. اليوت صحه سيد علي، واش راك؟ لاباس. قلت لك الجوع ياك نزيريا برد، انا جبت شي ماكله. وحسن ما نجمش يجي، مرضين تفناه اليوم. الله يرحمه، الله يرحم شهادنا. واش كاش اخبار؟ الله والو، درت نزله امبارح في المروك في اكادير. اسمع، اوصاني حسن لو صبح بكري طلع الفيرما او يستناك سي اللي طلعك بكري. راك تعرف وين؟ نعرف نعرف. بالك راه وحدك ياك، وانت ما تجيش معايا؟ بركه ما تسقسي فيا، انا نروح في لاساتا احكم البون. كي تروح توصل لروفيغو تلقى سي فرحات هو اللي وصلك للجبل. كي يحكموكم العسكر ردبل كيلقوا عندك البريه، وما كاينش كلام معاهم بالروميه، خلاص فهمت؟ هاي عنده اسمعني عشان راح. لا لا مش لازم، درك توالف، لازمك توالف. هذا اللي طلعت للجبل في الصيف تاع عام 60. في روفيغو تلاقيت مع سي فرحات، هو اللي طلعني لبوزكزا. ما قعدتش بزاف تما، واحد الشهر هكذاك. كي شافوني قاري ونتفتف شويه في الموتورات، داروني في المواصلات تاع جيش التحرير الوطني. الجبل ما كانش عندنا بزاف الخبار على اصحابنا وعلى موالينا، بصح كنا نسمعوا بواش كان صاير. كان الناس يقولوا درك بلي الدعوه رقدت بعد معركه الجزائر، ما كانش منها واحد ما كان مربع يديه. الخاوه كانت توجد في روحها للمعركات اللي جايين. يعني لو تتحاول تجيب كوهية لتسعى
ناسامه حب المختار يا ناسامه عز الأكبر يا ناسامه حب المختار يا ناسامه عز الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر لازم تكلموها جميعا يا ناس يا ناس ما هو حب المختار يا ناس ما هو عز الأكبر يا ناس ما هو حب المختار يا ناس ما هو عز الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر شهر ديسمبر 1960 شكون ما يشفاش عليه المظاهرات وراء الفرنسا والعالم كامل واش يحب واش يقدر يدير الشعب الجزائري دوك النهارات كنت في جبل لوريس عمره ما كان الامل تاعي كبير كما في ذاك الوقت في ديسمبر 1960 فهمت باللي واحد ما يقدر يحبسني واحد ما يقدر يقطع عنا الطريق اللي تدي الاستقلال والحريه.